يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا أنوار السحر. ونحن على وشك أن نصل إلى نهاية شهر رمضان المبارك. مرت علينا 24 أو 23 من الليالي المباركات التي عشنا فيها أياما وليال وساعات، ومنا من أعطاه الله بركة وأعطاه حظا بأن يجلس ويتعبد ويدعو ويسبح، ومنا من فاته، ومنا من قصر، ومنا من أجرم بحق نفسه. ولذلك نقول ربنا يا ربنا اجعلنا من أولئك الذين رضيت عنهم في هذا الشهر الفضيل وغفرت لهم في هذا الشهر الفضيل وباركت لهم في هذا الشهر العظيم ورزقتهم إن شاء الله في قادم الأيام. الرزق ليس بالضرورة أن يكون مادة أو طعاما أو منصبا أو جاها أو سيارة أو بيتا أو لا، في كثير من الأحيان راحة البال هو الرزق الأعظم. أنت تفني عمرك وجهدك على مدى تصير غني، بعدين تسخر جهدك ومالك حتى تتخلص من الأمراض التي جاءتك بسببها، فكل اللي حصلته راح الدفعة حتى تتخلص من الأمراض، وبعدين لن تنال منه إلا قليلا، ستكون لغيرك 17% فقط. يعني المعيار الذي السائد هو أن الإنسان لا يحصل إلا على 17% مما كسب عفوا، وأيضا كسب يعني. ولذلك لم تبقى إلا أياما قليلة فيهن ليال ذي القدر. من فاتته الليالي الفائتات فعليه بما تبقى من هذه الليالي. لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تأسوا من روح الله، ولا تتركوا فرصة حتى وإن كانت بسيطة، فقد تجد البركة والعطاء والرزق والمغفرة كلها في لحظة نقاء وصفاء وإيمان قد يعطيك الله ما كنت تصبو إليه. إن لم تحصل على كل الأشياء فقد تحصل على بعض، وقول الإمام علي: من رام شيء حصل عليه أو بعضه. أيضا أقول الرزق ليست بالضرورة، يعني بعض الأحيان يعني لو نجعلها مقارنة حتى نثبت بأن الرزق ليس بهذه الماتيريالز الماديات التي نركض ونلهث وراءها. نفرض الإنسان لديه الله سيارة ومنطي بيت فخم ومنطي منصب جديد ومنطي مرتب ومنطي مصدر رزق كبير جدا، ولكن ابن عليل، ابن 24 ساعة لازم يوديه تبديل دم ومدري شنو هذا، وهذا الأسبوع لازم هذا، وفلان طبيب وفلان شو اليوم راح نوديه للخارج وما شنو هذا، يعني مشغول بولده في اليوم وفي الشهر وفي السنة وفي الأسابيع. وبالمقابل هنالك إنسان بسيط، عامل طين بسيط، يرجع يمكن يسوق بأسبوع 3 مرات، يرجع له ب20,000 أو 25,000، وامرأة طيبة من أهل الله وعايشة مدبرة، وعنده بيت صغير هيجي وعايش يأكل 3 وجبات بسيطة، وعنده أبناء الحمد لله أصحاء يعني، ويطلع يومين يمكن ما يطلع، الباقيات قاعد يم أطفاله ويلاعبهم هذا، وعايشين بيت بسيط. أيهما أكثر هناء وسعادة ورخاء، هذا أم ذاك؟ أخوان، الرزق ليس بالضرورة مادة، بالعكس أنا وجدت أن كثير من الناس الذين الله لم يعطيهم مادة أعطاهم أشياء عظيمة. تلاحظون أولاد الفقراء لا تلقى بهم لوكيميا ولا تلقى بهم مدري شنو ولا تلقى بهم هذا والأبد أبد، بالشارع وحافي وهذا. طبعا هذا أول شيء صح، لا هذا خطأ كبير جدا، أنت بالشارع ومشين وحافي، لا هذا
خطأ كبير، ولكن أنا أقصد أعطي مثلا بالنتيجة يعني بما هو واقع. ومنا ينصدم ومنا يتعارك ومنا مشين ومنا هذا مشين، صحة شوفها بطل الحمد لله، يرجع ياكل يضرب له عشاء وينام يقعد الصبح بطل، ايشي هذا كل هذا وراح للمدرسة بطل، يرجع يذب الكتب هنا ويروح يلعب طوبة، ما يرجع ابوه ما حاس، ما عنده قضية صحة ابني، ما عنده بباله والله ها علاوي وحمودي وفلان وهذا شلون هم اليوم، لا 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 هاي مسألة مو لأن ما يفكر، لا لا يعني قصدي هي ليست حالة استثنائية شاغلته، مشغول بكذا وبهذه أمور أخرى، أمور حياتية، أمور تطوير بيته حياة سعادة، هذه القضية مو بباله. ولذلك يعني أقصد الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، والرزق ليس بالضرورة أن يكون جانبا ماديا إطلاقا أبدا. تلاحظ يعني تلاحظ احنا في حياتنا يعني تلاحظ أغلبية الدول أطباء، يعني طبيب متزوج طبيبة ولديهم عيادات والله فضل عليهم وقاعدين في أرقى منطقة وسياراتهم فارهة ولديهم وعندهم خدمة من الفلبين ما أدري منين ما شنو، بس عنده حالة نفسية، زوجها عنده حالة نفسية، هو عنده مثلا فت قضية معينة، أبناء ما أدري شنو قضية معينة، يعني هو غير مرتاح بشغله، أكو منافسة خطيرة في الشغل، أكو شيء من هذا، عنده رعب، عنده خوف، عنده هذا، وبالتالي هذا ما عنده راحة بال، فشنو فايدة الفلوس والبيت والسيارة وانت هذا قصر منيف وسيارة تجي وخدم وانت قلق، ها شنو شلون صارت مش وين السعادة؟ واحد فقير قاعد مرته تسوي له محروق صبعة مثلا وأبنها قاعدين يم هذا لابس لفانيلة ولا لابس شنو قاعدين يم يقرون ومرتاحين وقاعدين يم أبوهم دا يشوفونهم تلفزيون، يعني وقته جميل سعيد وقاعد يكرز حبه، هذه مو نعمة يعني؟ ليست هذه نعمة أخوان يعني؟ هذه أنت أولادك يمك ومرتاح، ما عندك هم، ما عندك هم باكر تسوي، ما عندك مرض، ما عندك قضية قانونية، ما عندك شيء، هذه أليست نعمة؟ والله تبا للمالي وللجاهي وللبيوتي إذا أنا بالي مشغول، أهم شيء هو راحة البال. أبو الحسن عليه السلام جيء إليه مرة وسألوه قالوا له ما هو أقوى الأشياء في الطبيعة؟ أليست الحديد؟ قال لهم لا، الحديد يذوب ذوبه النار. قالوا إذن النار؟ قال لا، الماء يطفئ الحديد. قالوا إذن الماء؟ قال لا، الريح تجذب الماء. قالوا إذن الريح؟ قال لا، لأن الجبال تقف بوجه الريح. قال إذن الجبال؟ قال لا، فالجبال الإنسان قادر على أن يساويها وأن يحفر بها ويفعل بها ما يشاء. قالوا إذن الإنسان؟ قال لا، الهم. الهم أقوى وأصعب شيء في الكون هو الهم، لأنه هذا يدمر الإنسان، الإنسان يدمره الهم، الإنسان الذي يذيب الجبال والجبال التي توقف الريح والريح التي توقف المطر والمطر الذي يجلب الماء والماء الذي يطفئ النار والنار التي تذيب الحديد والحديد القاطع، كلها من الأقوى؟ قالهم الهم. فأقوى الأشياء في الطبيعة ليس الجبل والصخرة والحديدة ولا ولا ولا، أقوى الأشياء هو الهم. فلذلك الإمام علي عليه السلام كان دائما يقول هم دهاك وهم دهاني وغم دهاك. وذلك وإذا واحد يقول ذلك صارت بعدين شنو صارت عندنا أم داك، هي قول ما هم دهاك صارت دبلان أم داك، شوف سوى أم داك هي هم دهاك غم دهاك. فالإمام علي كان أقصى شيء يقول هم دهاك غم وهاك، طبعا مكرمين أن أضع يدي أمامهم بس للتوضيح هذه،
وذات صارت هم دهاني وأم داني، يعني هي غم دهاني صارت أم داك وأم داني، هي هم دهاك وهم دهاني، يعني إذن أقوى شيء. ولذلك هذه الشيء يؤكد بأنه الإنسان، وذلك يعني أنا شخصيا أول شيء اللهم ابعد عني الهم والغم، لا أدعو شيء ولا هذا، اللهم ابعد عني الهم والغم واعطني الصح، ثلاث أشياء. إذا الله أعطاك إياها كل الشغلات الباقية سهلة، طعام يجي، المسكن يجي، الوظيفة تروح وتجي، كل شيء يروح يجي، بس شيئين الهم والغم والصح. فهذه أليست الناس متنعمين بها بأغلبتهم؟ يجيك واحد الله شو منطيني أخي، شنو الله شو منطيك؟ يعطيك الصحة، ما عندك هم، ما عندك غم، ما عندك أشياء كثير، إيه هاي مو صحة. والإنسان لا يحس بها إلا عندما يفقدها، لما تجي تشغل قضية أوف هسه هاي منين جتني، مو كنت مرتاح وكنت سعيد، هاي منين جتني؟ زين وأنت قبل هم كنت تقول الله شو منطيني، راحت، يعني راح تعيش سعيد أنت؟ راح تفكر بها؟ لا يفكر بها إلا ذو عقل كبير، والله الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظون الله سبحانه وتعالى من خلى المشاكل فيها سعادة الإنسان. الإنسان إذا ما عنده مشكلة ما يحس بالسعادة أبدا، يحس بالتعاسة، يحتاج إلى فد شيء شوي شيء، والله يا رب يبقى يخلص من هاي القضية، هاي الشغلة لو أكملها أنا أعيش سعيد. هذا إذا ما عنده شيء الله يسويها، وما عنده هم ولا عنده هذا ينتحر، يعني ما عنده شيء شاغله. ولذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى يعطيه بعض الأشغال، يعطيه بعض الواجبات، يعطيه بعض الهم، ويعطيه بعض الأشياء، وهي ليست دائمة حتى تستمر الحياة. ولهذا تلاحظون يعني بعض المشاكل تجمل الحياة، بدون مشاكل الحياة ما لها طبعا، ما أقصد المشاكل العويصة، لا، المشاكل هاي الحياتية البسيطة، امتحان وتخلصة، اليوم مدري شنو طلعت، اليوم صار عندك نقص فلان قضية، اليوم مدري شنو، اليوم نقصنا فلان قضية، اليوم ما عدنا فلوس نشتري مثلا فلان شيء، شهر الاخ تدبر، هاي المعوقات الطبيعية التي تحصل في الحياة يعني، وتشوف الحياة تستمر، والحياة لها طعم، لها معنى، لها شيء. ذلك يقول لك الحياة له طعم، المشاكل البسيطة تعطي للحياة طعم. لكن إنسان جزوع يعني إذا مسه الهم يعني جزوعا يعني، وإذا مسه الخير هلوء يعني. ولذلك تلاحظ أننا لا نفكر بما أعطانا الله، دائما نفكر بما نحتاجه. ولذلك تلاحظ ذلك عندما نقول احنا نقول القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. الإنسان المقتنع بحاله يعتبر نفسه مالك الدنيا كلها، بينما الإنسان الذي يمتلك كل الدنيا وما مقتنع بالتأكيد هو تعيس. أياهما أكثر سعادة؟ إنسان يملك المليارات ويملك الضياع ويملك الطائرات وما شنو، بس هو ما مقتنع، وإنسان بسيط قاعد لثلاث وجبات وشغلة بسيطة وبيت بسيط وزوجة بسيطة طيبة، وهذا أيهما أسعد؟ هذا وليس ذاك. يعني الإنسان، ولذلك الإنسان يجب أن لا ينظر إلى الأعلى، لأن إذا نظرت إلى الأعلى أبدا إطلاقا البتة لن تكون سعيدا، لأن حتما فوقك شخص أحسن، أغنى، أسعد، أجمل، أرقى، أأنق، كل هالأشياء حتما. لا أنت أرق الناس ولا أجمل الناس ولا أذكى الناس ولا أثقف الناس ولا أعلم الناس ولا أغنى الناس ولا إيش، حتما هنالك من هو بعض الحين انت تحس هو اغلى منك، يعني قد يكون فلوسه اقل يعني، بس تحس، قد يكون تحس اقل منك، انق منك، قد تكون انت انق يعني، قد انت تحس هو اجمل، قد تكون انت اجمل يعني. وبهذا دائما الانسان ينظر للاحسن الاحسن. طبعا انا ما اقصد يتوقف الطموح اطلاقا، هذا موضوع اخر ساكمله بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، ونحن نحاول أن نستذكر أشياء تخص هذه الليالي العظيمة، العشر الأواخر من رمضان،
والتي فيها ليالي القدر كما قلنا باقي بعض من الليالي، وهذه فرصة لنا. طبعا الطريف الآن تكلمت أنا عن الهم الدهاك وأم داك، وكثير من الناس تأثروا، فجت رسائل هسه رأسا كثيرة، يعني أنه يا ليت تعيد لنا ما الهم الدهاك، لأنه البعض يبدو فاتته. يعني أعتقد هو موجودة بالتسجيل، يعني ممكن أن ترجعونها. يعني باختصار سئل الإمام علي قال ما هو أقوى شيء، هي الحديد؟ قال لا، النار تذيب الحديد. قالوا إذا النار؟ قال لا، الماء يطفئ النار. قالوا إذا الماء؟ قال لا، الريح تجلب الماء. قالوا إذا الريح؟ قال لا، الجبال توقف الريح. قالوا إذا الجبال؟ قال لا، إذا لأن الإنسان يذيب الجبال. قالوا إذا الإنسان؟ قال لا، الهم يذيب الإنسان. وبالتالي أقوى شيء في الطبيعة هو الهم والغم. ذلك كان يقول الإمام أي شيء غم دهاك، هم دهاك. صارت عندنا أم داك وأم داني وغيرها، هذه وذاك عندنا بالعراق، هذه أم داك وأم داني هي هم دهاك وهم دهاني. يعني لأن أقوى شيء يقتل الإنسان ويدمر الإنسان هو الهم والغم. يعني نعود إلى هذه الليالي العظيمة التي فيها تفتح السماء. يعني ونحن اليوم لحرصنا عليكم رغم أنه سوء الحالة الصحية، يعني أنا بكل حركة رأس تفتر أمامي الدنيا، لأن عندي العنقية بعيدا عنكم الشر في حالة، ولكن حتى أن الأخوة في القناة لحوا علينا مع الأخ المخرج والمصورين أنه يعني لا نكمل الحلقة، فأنا كنت مصر، لأنه أعتقد هذه ليالي والإنسان يجب أن يؤدي واجبه تجاهها، فهذا التزام أمام الله وأمام النفس. يعني لذلك أقول بأن هذه الليالي يجب أن نستغلها. اليوم كنت يعني وأنا في الطريق أحمل معي أيضا مجموعة من كتبي، هذه الكتب طبعا البعض منها عن الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام، والبعض منها عن الإمام علي، والبعض منها عن عظمة الله. هذه كتب طبعا أما بنعمة ربك فحدث، ليس من باب الاستعراض أخوان أن نذكرها أبدا، لا والله إطلاقا، لا والله لا والله، ولكن أردنا أن نحفز المثقفين والكتاب أن يكتبوا ويخدموا هذا الجيل الذي بدأ يضيع. يعني الإلحاد بدأ يدوب، والطلاق وغيرها وغيرها. لذلك أنا ألفت موسوعات كثيرة، من ضمنها موسوعة عظمة الله، اللي هي عظمة الله في الطير، وعظمة الله في الحيوان، وعظمة الله في الإنسان، وعظمة الله في البحار، وعظمة الله في الكون، وغيرها، حوالي 8 أجزاء. يعني اليوم كنت أستذكر في كتابي عظمة الله في الطير. البارحة لم أكمل، كنا نتحدث عن أنا طبعا عندما أعرضها حتى تكون للمثقفين، يعني أنا لا أريد أبيعها ولا شيء، أنا طبعتها طبعة واحدة ومشت، يعني أنا لا أريد أن أعيد طبعتها. يعني القصد في عظمة الله في الطير، الأمس كنت أقول بأن كل شيء في الطبيعة يوجد الله، أي شيء تنظر إليه تجد الله سبحانه وتعالى. البارحة كنت أتكلم قلت البيضة هي آية، وعندما تتجه إلى الله سبحانه وتعالى فكر في خلق الله. لذلك الله يقول إن الله يخشى من عباده العلماء، يعني العلماء أكثر خشية لأنهم يعرفون الله، لأنهم كل شيء فيه علم. شوف البيضة، قلت لكم البيضة هذا مخلوق عظيم، وأنت الآن تدعو فكر بالبيضة، قلت إنه شوف من جانب يعني متسع من جانب ضيق، ليش؟ حتى عندما تقف عليها الأنثى من الطيور لا تكون مدببة تؤذيها، تكون من جانب واسع. ثانيا لو كانت متوازية منا ومنا فعندما تغطيها ستغطي 50%، ولكن عندما تكون متسعة منا وقليل راح تغطي 80% من البيضة، والدفء يصل 80% من البيضة حتى تفقس. شوفوا عظمة الله. ثانيا تلاحظون شوفوا البيضة، لو أعظم رجل بالعالم يحاول أن يكسر البيضة وهي لا تكسر،
ولكن تلاحظون الطير بمجرد أن يفتح جراحيه عندما يتكون داخل يكسر، من الداخل يكسر بسرعة، لكن من الخارج عندما تمسكها من طرفين أعظم رجال الدنيا قوة عندما يحاول يكسرها. وحصلت يعني في أمامنا، يعني إحنا من كنا شباب كانوا يتبارون ناس، يعني كان هاي توصل لحد يعني تكسر إيده ولا يفتح البيضة. شنو السر؟ يعني هذا هاي واحدة من عظمة الله. يعني أيضا تلاحظون هذه البيضة، شوف بيضة الطيور التي تسكن السهول تختلف عن بيضة الطيور التي تسكن الجبال. تلاحظ شوفها طولانية هيجي، ليش؟ لأنه الريح قوية، فإذا جت الريح راح تفتحها ونفسها. لو كانت بيضة طبيعية الريح لا تربيها من العش من العش. لذلك تلاحظ هذه أيضا واحدة من الأشياء التي والبيضة أيضا شوف هذا الشيء البيضوي من الداخل سهل الكسر، ولكن من الخارج لا يمكن أن يكسر. ذلك تلاحظون البيوت القديمة والملاجئ ضد القنابل وغيرها يسووا على شكل قبة، حتى عندما تقصف الـ 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 الأثر يتوزع على كل هذا، وبالتالي حتى لو كانت كذا طن تتوزع على كل الحيز، وبالتالي تصل الثقل كيلوات إلى على كل طابقة، وبالتالي تقاوم. بينما من الداخل أنت ببساطة يعني إذا ضربتها بعودة ممكن تكسر هذا القبو أو غيرها. شوف هذا الله، شنو اللي خلى البيضة اللي الطيور اللي فوق عشاشها بالجبال فوق تختلف عن البيضة اللي جوه؟ وشنو اللي خلى البيضة بهذا الشكل؟ يعني حتى في عظام الطيور اخوان، عظام الطيور آية. اولا الانسان القديم اكتشف انه عظام الطيور مجوفة. ليش مجوفة؟ حتى تكون قليلة الوزن، ولكن مع ذلك تشوفها هذا العظام الطيور المجوفة من الداخل تشوفها قوية. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى وضع بيها مثل، تلاحظون لو تصورون قاعة فد 1000 متر وما بها أعمدة ببساطة تكسر تنهمر، أو أن تسويها فد سمك متر حتى ممكن أن تقاوم. عندما تخليها متر الجوانب ما راح تتحملها، سرعان ما سيسقط. يعني عندما بالتالي شيء على حساب شيء، لكن الله سبحانه وتعالى تلاحظون في عظم الطير المجوف خلى بيه مثل تقريبا مثل الشيلمانات هيك خفيفة من جزء من العظام الرقيق، كأنما شيلمانات تمسك من الداخل وتجعلها قوية جدا. واكتشف العلم الآن أن داخل البيضة هواء مضغوط بلا وزن، الهواء موجود، هواء مضغوط جدا داخل البيضة. ليش؟ خاطر يدفعها، ينطيها قوة، تصير حالة حال أي عظم ممتلئ كامل مثل عظم الإنسان وعظم الحيوان. عفوا تلاحظون قوي لأنه كله يعني كتلة واحدة. عظم الطيور لا، مجوف، ولكن تلاحظ قوته كقوة العظم الكامل. ليش؟ بداخل هواء مضغوط يدفع للخارج. وذلك تلاحظون النسر أو الطيور الجارحة عندما تأتي إلى طير تضربه بالجنح تقطع الرأس، يعني ولقوة الجنح. ولذلك هذه أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. احنا استفادينا منها بالطائرات وكوننا ألمنيوم، بعدين أكو بها مثل السواند، يعني مساند، يعني كأنما بعض المساند العرضية تقوي الجنح وبالتالي حتى يكون مضغوط حتى يحمل الطائرة ولا يحمل ثقلا عليها. وأيضا أشياء كثيرة، الذيل وغيرها، ولا أتكلم عن الريش الذي أوجده الله وغيرها من القضايا التي أوجده. وحتى الطير تلاحظون الله سبحانه وتعالى طيور المهاجرة فيها ميزة، نهاية الجناح العظم بين تو، بحيث الطائر الذي يطير لمسافات بعيدة مجرد أن يصعد إلى مسافات بعيدة ما يرفرف. يعني يتصور البعض أنه الطير عندما يهاجر فد 5000 ميل مثلا هو يظل يرفرف، يعني الطاقة تنتهي وغيرها. لا، مجرد أن يوصل إلى ارتفاع معين يرجع الجنح، هذا النتوء يرجع يصير داخل حيز، يبقى الجنح هكذا، وبالتالي يظل الطائر تحت ريح. ولذلك تلاحظون يوصل لمسافات بعيدة وهو لا حتى ينام
ولا يحس إلا من غفوته إلا لو حصل فد شيء، يعني اختلاف الضغط عندما يأتي مثلا جبل الضغط يختلف وبالتالي يحس، أو يحصل قضية معينة يحس بها، لكن ما دام كل شيء طبيعي فهو سائر إلى هذا. هذه كلها أشياء أوجدها الله سبحانه وتعالى في مخلوق بسيط هو الطير. هذه واحدة من التي تثبت ذلك. في كتابنا عظمة الله أخذنا الطير، كل فصل أعطيناه لقضية وقلنا هو هذا الله، يعني اللي سوى هاي الهندسة واللي جعل يطير الطير بهذه القدرة وهذه القوة، لو اختلفت الموازين في الطير شيء بسيط لن يبقى طير على البسيطة. هذا التوازن من أوجده؟ يقول لك الطبيعة. أخي طبيعة هسه جيب لي أنت، جيب لي عظام وجيب لي ريش وجيب لي هذا وحطها تخليها مليون سنة تصير طير، يعني إن لم يكن يجي واحد هذا يشكل الطير وبعدين يعطي بيه روح، زين روح منين؟ فإذا القصد هذه هندسة أوجدها خالق عظيم، إحنا نعبد هذا الخالق. تقدر تسمي الله، تسمي قاد، تسمي كذا بكيفك، نحن نعبد هذا الخالق الذي قدر الأمور وأحسن التقدير ووجدنا فيه عظمة ما بعدها عظمة. يعني تلاحظون وأنا قلتها يمكن في حلقة سابقة، كل شيء في جسم الإنسان أي اختلاف بسيط بالإنسان لا يستمر، كل شيء، كل شيء في جسم الإنسان، هذا الدم أي اختلال بسيط في مكوناته لا يبقى دم، انتهى. أي شيء في جسم الإنسان يختل لن تبقى حياة في هذا الجسد. قلنا مثلا المشيمة التي يتغذى عليها الطفل في جامعة أوتاوا في كندا، قالوا لكي نوصل الغذاء دقيقا ثابتا ولا يؤثر على الجنين، لأن الغذاء يجب أن يوصل بطريقة دقيقة جدا وبأوزان معينة، نحتاج إلى 1000 كمبيوتر حتى ينظم عملية السائل الذي يوصل لل وخروجه أيضا، بحيث لا تزيد ولا تنقص، وبالتالي يتحول إلى جسم المرأة، وثم المرأة يعني الجنين لا يتبول لا يتبرز، هذه كلها تؤخذ وتتحول إلى جسم المرأة. وبعد هاي المشيمة عبارة عن تحتاج إلى 1000 عالم وتحتاج إلى 1000 كمبيوتر لكي ينظموها، هاي المشيمة البسيطة اللي تشوفها أنت. فمن اللي سوى هاي المشيمة؟ يعني أي اختلاف بالمشيمة لا يبقى جنين في بطن المرأة أو الجنين أو الكائن، هذا هو الله. احنا نقول إلا نعبد هذا. أنت تقول لي كذا ومدري شنو وتجيب لي وهذا وكلمات وقال فلان وقال فلان ومدري شنو داروين وغيرهم، هو نفس عقل داروين بسيط جدا مقابل قدرة الله سبحانه، هو نفس داروين غير عنده قدرة على هذا. وداروين حتى يعني أقول داروين عندما أسس نظرية النشوء والارتقاء، أخوان النشوء خطأ ولكن الارتقاء صحيح. يعني داروين في آخر أيامه قال لم أجد شيئا يثبت نظرية النشوء، لكن الارتقاء موجود. يعني شنو الارتقاء؟ التطور. جسم الإنسان هسه قبل 1000 سنة ما كان هو نفس جسم الإنسان الآن. الإنسان الأول كان عبارة الفك أكثر و42 سن مو مثل هسه، لأن كان يأكل لحم ني وكان يأكل حشائش وغيرها يعني، وبالتالي كان يحتاج إلى فك أكبر وسنون أكثر وأقوى. لكن تلاحظ من قام يطهي الطعام صارت شوية شوية قام الإنسان جسمي الفك يقل، وبالتالي يصير تطوير للجسم. هسه لاحظوا أنتوا الموظفات يعني عفوا مثل شوية دقيق هذا، أو الأشخاص اللي يطلعون جسمهم يعني متعرض للشمس يعني يلبس نصر الدين وهذا، تلاحظ يشوف جسمه مساماته مبينة لأنه يتعرض للشمس، يحتاج إلى مسامات واسعة حتى الغدة العرقية تفرز عرق، ولذلك تلاحظ تشوفها مو سوفت مو ناعم. بينما تشوف بناتنا وأهلنا 24 ساعة مغطيات بالشمس ما تحتاج إلى هذا الاتساع، فتشوف جلدها ناعم جدا. شنو اللي يخلي هذا الجلد؟ هو تطور، خاطر تتقاوم
تقاوم الطبيعة. تشوفون الإنسان في جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية، تلاحظوا مارادونا مثلا، شوف صدورهم تقريبا ثلاثة أربع نصف جسمهم. ليش؟ الرئة ضخمة، لأنهم جبال الأنديز فوق نسبة الأكسجين قليلة، أقل من اللي عندنا حوالي نصفه يعني، فيحتاجون إلى رئة أوسع من الرئة اللي إحنا نستخدمها حتى يستنشق كمية من الهواء أكثر، حتى يأخذ كمية أكسجين بقدنا يعني. لذلك تلاحظون مرور الزمن شوف الرئة ما تطور. يعني هسه أنا إذا أروح الجبال الأنديز راح أعاني مشكلة صعوبة، لأنه رئتي مرتبة على أساس السهول وليس على أساس المرتفعات، الأكسجين أقل. لكن ابني راح شوية الرئة ما تتكيف أكثر، ابني يراد لي سبعة جيال حتى يأتي الرئة تصير رئة الإنسان تتطور وصير بحجم المعتاد الذي تتفق مع طبيعة الأكسجين الموجود. هذا تطور، هذا تطور. طول الإنسان يعني أفروديت ملكة يعني رمز الجمال كان طولها متر ونص، الآن الطبيعي النساء كلهن ما شاء الله في أوروبا وحتى في العراق ما شاء الله كلهن ده يوصل 180 طبيعي جدا يعني. أمهاتنا قليل، جدياتنا ما كانوا يوصلوا 180 إطلاقا. يعني ارتفاع طول الإنسان قبل 100 سنة اختلف عن الآن. الإنسان أيضا هذا الارتقاء، أنت الجسم يتكيف. ستلاحظون الإنسان اللي يشتغل بشغلات بها جر وهذا شوف إيده هاي تطول على نهاية، هذا تكيف مع الطبيعة. هذا ممكن مع الطبيعة. أنت تلاحظون شوفون اللي يشتغلون بالبحر يختلفون شكلهم عن يشتغلون بالصحراء. شوف ابن الصحراء يختلف خشمه، يختلف معين لأنه الهواء يجي حار وساخن بأتربة يحتاج إلى نمط معين. تلاحظون بالأسكيمة لا يختلف، هذا في وسط آسيا تشوفها أفنص لأنه يحتاج إلى نوع معين من الخشم حتى يتفق مع طبيعة الأرض. فهذه الجسم يتكيف، فهذا تطور. ولكن مو تقول لي الإنسان أصلا قرد والقرد إجا من برمائي والبرمائي إجا من خلية. لا، الله خلق الإنسان إنسان، وخلق السلحفات سلحفات، وخلق البعير عفوا بعير، وخلق النمر نمر، وخلق الذباب ذبابة. لا الذبابة تتطور وصير ديناصور، ولا الديناصور انكمش وصار ذبابة. أصل الأنواع ثابت، خلق إلهي لا يمكن أبدا. العلم لم يتعارض مع الهاية. داروين عندما قال أصل الإنسان قرد بعدين قال لا، يعني ما عندي شيء يثبت، ما عندي متحجرات. أنا اعتمدت على متحجرات تصورتها هي متطورة، اتضح أنها كائنات قديمة منقرضة يعني. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد وأهلا وسهلا بك، ونحن في رحاب الله سبحانه وتعالى وفي رحاب العشر الأواخر وفي رحاب رمضان. طبعا أنا لا أريد أن أقول أنه ليالي القدر، لأنه حتى لا نحصر ونركز فقط على أيام معينات يعني. ولذلك أنا أقول رمضان كله عطاء، وهي من أوله مغفرة وسطه عادة وآخر عتقونها. رمضان كله مغفرة، ورمضان كله رحمة، ورمضان كله عتق من النار يعني. في بدايته عتق من النار، في بدايته مغفرة، وفي بدايته أيضا مغفرة ورحمة، وأيضا في وسطه، وأيضا في نهايته. ولذلك أنا لا أجزئ رمضان هكذا، ولا أعتبر رمضان أول يوم يختلف عن ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27. والله أي لحظة أنت تتقرب بها لله سبحانه وتعالى وبقلب سليم فإنك بالتأكيد تصل إلى مبتغاك. النية أخوان، النية، صفاء النية وصفاء القلب والوعد أن تعاهد الله على أشياء كثيرة. يعني احنا الآن لدينا أشياء كثيرة نمارسها في حياتنا اليومية، وكلها فيها أثر كبير على الحياة وعلى المجتمع وغيرها.
في ليالي القدر أتمنى أن تصبح لدينا نزعة إصلاحية. يعني هالأيام في العراق هنالك ظاهرة أخوان جدا مدمرة، هي ظاهرة الطلاق، بحيث لا تكاد تسمع عن فلان أو فلانة تزوجوا إلا بعد أسبوع تسمعهم اتطلقوا، لا تكاد تحضر مناسبة لأحد الأصدقاء وبعد شهر تسأله يقول لي طلقت أو اتطلق. أبدا، نسبة مهولة، يعني نسبة الطلاق لدينا في العراق أكثر من نسبة الزواج، حتى سيأتي يوم يمكن بعد سنوات لا توجد امرأة إلا مطلقة ومتزوجة، يعني ماكو واحدة بعد الزواج، يعني أبدا راح نشوف كل واحدة. شاهدتها في المغرب العربي، أنا كنت أدرس هناك، لاحظت كل النساء تقريبا كل النساء متزوجات، لكن حتما هي مطلقة سابقا 99%. أنا لا لا لا، وهذا ليست أنا مسألة، يعني أنا لا أسيء إلى شعوبنا المسلمة هنالك، يعني شعب محبة وعشنا معهم وأحببناهم وأحببونا وأكرمناهم وأكرمونا، وبالتالي لكن أتكلم على ظاهرة. يعني العراق كنت أستغرب، كنت أقول لهم نحن في العراق يعني نسبة المتزوجات الآن يمكن المطلقات 2% حقيقة، يعني أنا أحكي نسبة المطلقات يعني 2% المتزوجات يعني كانت مطلقة سابقا، الآن نسبة المطلقات غير متزوجات أو متزوجات ومتزوجات وكان مطلقات تكاد تكون 60% يعني أو أكثر، وهذه ظاهرة، يعني ظاهرة نتمنى أن نحقق هالشيء. لذلك أنا عندي في كتاب اسمه عظمة الله، عفوا الرسول والعلاقة بين الرجل والمرأة، وهو جزء من سلسلة من 10 كتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. في فصل تكلمت به عن، طبعا هذا الكتاب مؤلف 2006، يعني قبل ما تستفحل هاي الظاهرة، ولكن أنا تكلمت عن الطلاق. قال الرسول الكريم عليه الصلاة وعلى آله السلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة التي سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، يعني هو تكفير غير مباشر وتحريم مباشر. انه طبعا انا طبعا لا اعطي الـ 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 يعني ليست السبب الطلاق هو المرأة، في اغلب الاحيان الرجل يعني، ولكن انا عالجتها ايضا في جوانب اخرى، ولكن الان يعني بدأنا بالمرأة، دائما مسكين المرأة نبتدئ بها، يعني نبتدئ بالخير بها، ولا ايضا بالغير الخير، لا اقول الشر عفوا، لا يخرج من المرأة الا الخير يعني وغير الخير يعني. لذلك أقول التي سألت زوجها، لأني لاحظت يعني من خلال علاقتي بأصدقائي وعوائلهم أنه البنية تروح رأسا طلاق، رأسا أول كلمة طلقني، هذه ظاهرة ما كانت موجودة. طبعا لا أتكلم عن القهر الاجتماعي والظلم سابقا، كانت البناتنا وخواتنا يدمرا، ومع ذلك الأهل يرجعوهن، ما عدنا بنية تطلق، روحي خلاص هذا مصيرك، وكنا مدمرات يعني. لا أتكلم عن ذاك، لا ذاك الوقت كان بيجب أن، بالعكس أكو حالات يجب أن تحصل بها الطلاق كانت، ولكن كانت الجانب الاجتماعي يفرض على المرأة أن تخضع، وأهلها ما يقبلون، ما عدنا وحدة مطلقة، شنو إحنا بالعشيرة كلها ولا وحدة مطلقة، ما تصير عشائر ما بيها وحدة مطلقة يعني. فالسبب طبعا هو كان أكو قسوة على المرأة، ماكو حقوق للمرأة، أكو قهر الاجتماع المرأة، فلذلك ماكو، ما شو لا تخضعين، أنت مخلوقة تروحين وتخضعين تخدمين أبوه وتخدمين أخوته، وأبوي ضربك وأمه ضربك وأخوته يضربوك ويعتدون عليك وكلهم خلاص، أنت رحت هناك، أنت هناك خلاص، أنت صرتي مرة بعد، تشنى ظلم ظلم
ما بعدها ظلم. أنا لا أتكلم عن هذا القضية. كان ظلما، كان هنالك ظلم، وقد يكون نعم يوجد بعض الآن قهر اجتماعي. أسوأ أنواع القهر هو القهر الاجتماعي، وكثير من النساء المقهورات نعم، ويخد من الأب ويخد من الحما ويخد من ما أدري إيش ويخد من هذا، ومع ذلك الأخ ما راضي. نعم، وهذا سأتكلم عنه في أشياء أخرى. ولكن الآن أكو جانب من بناتنا يعني مجتمع تستسهل، يعني أبسط شيء والله إنه ما دي يطلعني. أكو صارت تطلعات، لا لا هذا اللي أكد عليه الرسول، سألت زوجها طلاق بلا بأس، بدون بأس، يعني بدون شيء قاهر اجتماعي حياتي صحي مثلا، قد يكون اجتماعي يعتدي عليها يأذيها وأخوته وعائلته يأتوه، هذا سبب للطلاق. نعم تعال بابا منطقيها جارية، حتى جارية من حقوق شنو؟ ليش هيك تحترمها؟ أنا وسلم تحترمها خلاص، أبغض الحلال عند الله الطلاق. ليش وجد الطلاق أو جد خاطر الطلاق يضع حدا للظلم، تظالمها الابنين خلاص، صير آدمي إلك ما صير آدمي تجلب لي. سبب أكو أسباب، أو قد يكون سبب اقتصادي، يعني الرجل مقتر معها، مقتر جدا، لا يسكنها مسكنا طيبا ولا يعطيها، لأن من واجب رجل أن يسكنها مسكن طيب ويعطيها طعام ويعطيها مسكن ويعطيها احترام وطيشة. هذه الأشياء قد يكون ما موفرها، وهو قد يكون عنده إمكانية ولكن مقتر على زوجته أيضا، هذا سبب. وقد يكون جانب صحية، رجل عاجز عن أشياء معينة، أيضا الشرع أحله، ولكن أغلب البنات والنساء لا يبقن حتى هذا الشيء. آخر شيء تفكر فيه المرأة، رغم أنه في الشرع هو أول شيء يسأل عنه القاضي، أول شيء يسأل عنه مدى صلاحيته، هل أدي واجبه كرجل، بعدين يسأل مقصر ياتش فلوس، بعدها هل أهله يضربوش، أول شيء يسأل القاضي. في الشرع هذا هو الأهم، ولكن تلاحظ المرأة العراقية بالذات يعني هذا الموضوع ثانوي مقابل احترامه، مقابل وفر لها شيء، وهذا بالعكس. يعني كثير من النساء يعني استمرا، وكثير من الرجال تعرضوا إلى عوق ما شاء الله. القائد الضرورة دخلنا بخمسين معركة عبثية مجرمة أجرمت بحق شعبنا، وكثير من الرجال يعني تعرضوا لها، نسبة قليلة جدا من النساء. طبعا أنا أكاد لا أسمع أغلب النساء بقن على أزواجهن وعلى أولادهن وعلى وحدة هذا، وبارأ أذن لهن الجنة، الشرع يحل لهن، ولكن هاي المسألة تفكر بها آخر شيء المرة. يعني نعم أكو بعض النساء يعني جيت 2% 1% يعني هذه لا يعول على هذا الموضوع أبدا، لا يعول. ولكن أحكي بحكم معلمتي يعني معرفتي بالمجتمع، لا المرأة العراقية هذا آخر شيء والله. أنت لو محترمهم قاعدهم شنو روح، مو مشكلة، هاي أبدا مشكلة يعني هي، ولكن ليست لها أهمية. لذلك المرأة اللي يجب أن تفكر يعني أسلام في ليلة القدر هذه، وقدامنا نساء وقدامنا أطفال وقدامنا أمهات وآباء. الأسرة إذا تطلقت المرأة أخوان معناها نهاية أسرة، نهاية أطفال، هي راح ترجع ذليلة، أخوها منزعج، الأب ما مرتاح، الأم شنو راجعت لي يعني، المجتمع نظرة المجتمع في الشارع في الدائرة في البيت ما مريح، هي ستكون ستصاب بنكوص. يعني الأولاد خطية، راح ينتقلون يم الخال ليس أب، راح يفتقدون الأب أو يفتقدون الأم. الأب الرحوم الصديق المداري اللي يحمله، المرض يوديك ويجيبك. البنية ذات مرض منها منه تقول أخوها مرتيها بمرت، فوين تروح؟ تروح تتلطم بين الناس وبين هذا العيادات، بين هذا وذاك ينظر وذاك يطمع وذاك كذا وذاك كذا، فيها شيء من المهانة. يعني لذلك الزوج الطفل الذي ينمو
في أسرة. أنا أسمع والله حتى سيدات يقولن لي مطلقات يعني الأبناء يسألون يقول ليش بابا ماما إحنا ما عدنا أب؟ هذا السؤال البسيط الساذج، ليش بابا شو كلهم آبائهم يأخذوهم وش ليش ما عدنا أب؟ ما عدنا أب. تشكد قاسية هاي الكلمة يعني، والله تبكيني يعني تبكيني. وهي هاي السيدة الفاضلة سيدات الفاضلات عندما يحكنها بألم طبعا خطية يعني، ولو هن يقوم بواجب الأب والأم وغيرها، ولكن هو بحد ذاته سؤال بكسرة كسر هذا الطفل هذا. وبالتأكيد الأب وجود الأب ضرورة حياتية ضرورة إنسانية وضرورة صحية حتى يعني. فذلك المجتمع يجب أن يتضافر لمعالجة هذه الظاهرة. أسر ده تنمو يعني، مجتمع ده يتكون غير المجتمع. احنا كنا ولدنا ببيوت امهاتنا الطيبات يعني، مع الاميات البسيطات اللي تابعنا بالدراسه وما ادري شنو، هي ما تعرف كل شيء، اقرا ما ادري شنو، وخرجت العلماء والفلاسفه والاب موجود وغيرها، وعلى بساطه الحياه اسره ببساطتها جميله كانت. الان توجد اشياء كثيره، ولكن الاسره اسره بها جانب هذا الحنو والدفء والرأفة والتكامل النفسي والاجتماعي والحياتي مفقود. فيتكون جيل غير الجيل ذاك، يتكون جيل ما بي روادع وبي سهولة وبي سلاسة لدخول إليه الأمراض الاجتماعية. عكس جيلنا احنا، كان الام والاب والمراقبه والاخ والشو اسره يعني متراصه، وبالتالي هاي كلها تحميك، الاخ يحميك، الاب يحميك، يحموك من كل شيء، من نفسك، من المجتمع، من الاساءه، من كل شيء. اذا شافوك تمشي واحد يشرب سيجاره انت شي خلصك، تمشي فلان يشرب سيجاره شي خلصك، شي خلصك يعني. ذاك اليوم يوم عسير تقوم تكره الشارع اللي شفته بيه، هذا حماية. الآن من يراقب؟ من الخال والعم ليس أب. الخال ممكن يمارس أشياء قدام أخته ويفتخر بها، ما عنده ذاك، هو قدام ابنه ما يسويها بس قدام أخته يسويها. النموذج التربوي يسويه مع ابنه، بس النموذج التربوي الخال لا، الخال يعني معتبر هذا مثل الغريب اللي يستعرض به. يا يعني ليش ما تستعرض قدام ابنك؟ لا هذا ابني. حالة نفسية، هو طبعا ما أقول الكل بس بعض الخوال وبعض العم. فالآن نحن أبناء يعني أمام مشكلة حقيقة بالنسبة هذا للآباء والأمهات وأيضا للبنات يعني. ونحن في ليلة قدر يعني، وفي ليالي قد يقول ايش جاب هاي على هاي؟ لا، احنا ندعو الله بكل شيء، ندعو الله بكل شيء أن يستر عوائلنا، وإذا سترت العائلة وصينت العائلة المجتمع يكون في أحسن حال. ولكن لو خربت العائلة وتمزقت العائلة وتبعثرت العائلة، لا، كل شيء تتوقع منها، كل شيء موجود. لهذا عندما أتكلم، لأنه أنا شفت هاي الظاهرة حقيقة جدا منتشرة، وليس لدينا أفضل من أحاديث الرسول ومن كلام أبي الحسن. هؤلاء قدوتنا، رسول الله ووصيه علي بن أبي طالب. هؤلاء الناس، هؤلاء لم يقولوا شيئا إلا وفيه الصلاح والكمال. ولكن احنا نختار الجو الآن، احنا يهمنا الآن الجيل. يعني أنا شخصيا لا أملك شيء إلا أن أهتم بالجيل يعني. قد يكون ليست لدي أبناء يعني، لم يكن من الله بأبناء، ولكن أنا كل الناس أخشى عليهم كأنهم أبنائي. ولذلك أكتب لهذا الجيل، أكتب بين 16 والأربع وعشرين، أكتب لمقاومة الإلحاد، أكتب الثقافة، أكتب في التاريخ، وأكتب أكتب لهم بكثرة، وأكتب لهم بوساطة. أنا أقدر أكتب بكلمات متفلسفة، لكن شنو أريد أتفلسف برأس هذا الطفل المسكين هذا المراهق؟ لا، هذا كل واحد يشوفه من خيال الثأر، هذا ما يفتهم كل شيء.
هذا واحد معقد يريد يقول للعالم أنا أفتهم. اللي يفتهم أعظم فكرة يقدمها بأبسط كلمات. مو تقول تتحذق براسل هذا وتشوفون بالتلفزيون نباتي يتحذق وغيرها ومدري شنو، هذا ما يريد يفيد الناس، هذا يريد يعد عقدة، يريد يقول ها أنا أفتهم يعني. هذا ما عنده رسالة، ما عنده هدف، ما عنده نبل، هذا عنده عقدة، يريد فقط أن يشوف نفسه. لكنه الحمد لله يعني الإنسان الذي يملك علما ويحاول أن لأنه زكاة العلم إبلاغه أو نشره كما يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني هذه رسالة أخوان سيحاسبنا الله عليها، كما الأغنياء تكوى بها وجوههم وجنوبهم وظهورهم يوم القيامة، أيضا العلم يحاسب عليه، فيجب أن تزكي. أكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نكمل الحديث يعني عن الحالات الاجتماعية، ونحن في العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر ليست عبادة فقط كما قلنا، عندما تفكر بحالك وبالشرور المحيطة، وعندما تفكر في معالجة بعض الأخطاء وبعض الهنات وبعض الإشكالات، فهذه عبادة كبرى. لهذا فنأخذ بعض الأحيان أشياء اجتماعية، وحتى ما يزرون علينا النسوان اليوم يعني قالوا أنت اليوم قلت أنه راح أذكر لهم شيء حتى لا يزعلون علينا ما دام تكلمنا على هذا. في كتابنا عن العلاقة بين الرجل والمرأة، رسول العلاقة بين الرجل والمرأة، قال رسول الله عليه الصلاة وعلى آله السلام: يجب على الرجل لامرأته ما يجب لها عليه، أن يتزين لها. يجب على الرجل لامرأته ما يحب ما يجب لها عليه أن يتزين لها. يعني مثل ما للرجل على مرته واجب أن تتزين له في البيت أو في اللقاء الشرعي، أيضا من واجبها عليه أن يتزين لها أيضا. والزينة هنا طبعا ليس يعني أولا الرجل مثل ما يتضايق من المرأة اللي تجي شعثة وجاية ثوم تارس لهذا ومشي وما يتقبلها، نفسه تأنف. أيضا هي كائن حي، بالعكس كائن حساس، والمرأة تحتاج إلى هذه أكثر من الرجل. الرجل بعض الأحيان عندما تأتي الغريزة لا يفكر بهذه الأشياء، الغريزة لديه تدفعه أي شيء، يعني زي ما تكون على قهة الأخوة المصريين. المرأة لا، كائن رقيق حساس، يجعل بينكم يعني واسطة. الرسول يقول المرأة تتحسس بالعطر، بالكلمة الطيبة، باللبس الطيب، بالنظافة، بأشياء كثيرة، هذه كلها تساعد المرأة. بالعكس الرجل، عفوا يعني ما نطرق لهذا ونحن في العشر الأخيرة، يعني يمكن ما يحتاج إلى هذه ينثار، هو منثار أساسا بطبيعته. المرأة قد لا تنثار بهذا، تحتاج إلى مطيبات مهيئات. فالرجل أيضا من واجبه، حتى لا يتصور بأنه الرجل هذا الواجب الليلي هو واجب عليها له، لا، هو أيضا الواجب عليه. ولذلك يعني بهذه مدام نحكي على الآن في بعض القضايا، طبعا الآن نحن نتذكر كل الأشياء الجميلة في هذه الليالي الحلوة، ليالي رمضان، رمضان حلوة، والعشرة الأخيرة أكثر جمالا، فهي تقربنا إلى الله. فحتى هذه الأشياء تقربنا إلى الله، عندما تهنئ زوجتك هاي تقربك إلى الله. قول الرسول: ما أن مسك الزوج زوجته وسار إلى اللقاء الشرعي تساقطت كل ذنوبهم منها، يعني تتساقط الذنوب وهم رايحين لقضاء الواجب الشرعي. فأيضا نحن الآن في
ليالي رمضان. خلينا نفكر، نفكر شلون نتقرب إلى الله من خلال زوجاتنا. كلمة طيبة لزوجتك بها صدقة كبيرة وعظيمة. المرأة كائن، تعال شوف هاي المرأة من الصبح اللي جابت وحطت رواده ومن شنو سوت وجابت إذا تسوي لك فد أكلة طولها 4 ساعات، العمل في المطبخ على يعني ويعرفه الرجال متعب صعب جدا. وذلك الله عندي كتاب اسمه المرأة أقوى من الرجل، عضلات المرأة أقوى من الرجل، بها مرونة. تشوف إن هذا غسل البيت والصحون ما أدري شنو هاي ما يقدر عليه الرجل، يتعب لأنه عضلاته صح أقوى من ناحية الأدوة، لكنه من ناحية المرونة المرأة أكثر، فالمرأة أكثر قدرة على أدائها. هاي المرأة اللي تشتغل بالمطبخ وتنظف وما أدري شنو وغيرها، وهذا على مود أنت من تجي تسوي لك فد أكلة طيبة شو راح تعطيها فلوس؟ لا سويت لك إياها أجمل أو أطيب، ما تنتظر منها غير كلمة الله شقد طيب، هاي تفرح على قولة المصريين تزقطط من الفرح. فهاي بدش تخسر. فلذلك حتى الآن نحن خلينا نفكر بناتنا رفقا بالقوارير، البناتنا شلون عاملهن في 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 شلون تعامل معاهن، شلون تعامل بصيغة هذه الكلمة الحلوة مع البنية مع الزوجة، ايش قد تخلق جمال. ما تحتاج شيء، بس تجيب خزرة وينهم جيبه اي شنو، هذا الاسلوب يعني ما اعرف يعني ايش قاعد تكلفك، بينما تشوفها برا لا نزار قباني قاعد ويا النساء وغيرها. طبعا الحمد لله ألهمني ربي أن نكمل هذه الحلقة رغم الحالة الصحية، ولكن هذا فضل من الله، يعني لا أستطيع أن أكمل أكثر. أقول لكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع رق تحياتي.